السفر سبع فوائد، حكمة قديمة لم يتخيل أحد حينها أنها ستصل يوماً ما إلى هذه المكانة. أسواق عالمية للسفر وأحدث الأساليب التقنية لتوفير أرقى وأفضل أنواع الأنشطة السياحية. السوق الدولي للسفر والسياحة يفتتح معرضه 34 في العاصمة البريطانية لندن. يشارك في السوق الذي يعد من أهم الأسواق السياحية في العالم نحو 200 دولة من شرق الأرض ومغربها. سنقدم هذا العام عرضاً خاصاً بتكنولوجيا السفر يوضح كيفية استخدام التقنيات الحديثة في السفر، ومنها المحتويات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي وتطبيق العديد من الأنظمة الحديثة الأخرى. كما نتعاون مع شركاء آخرين لاستضافة اجتماعات خاصة بالمشترين والبائعين المختصين بالرحلات عالية المستوى. تتسابق الدول لتقرقم أفضل ما لديها من عروض لجذب أكبر عدد من السائحين. هنا ومن خلال هذا المعرض يعقد رجال الأعمال وصناع القرار في عالم السفر والسياحة أهم وأكبر الصفقات السياحية في العالم، ومن المتوقع أن تتجاوز هذا العام 2 مليار جنيه استرليني. ولأن تلك الصفقات تربط شرق العالم بغربه، شهد المعرض حضورا بارزا لدول الشرق الأوسط. الحجم زي ما حضرتك شايفه كبير جدا، في عندنا فنادق وشركات بل ومحافظات سياحيه، عندنا تمثيل محافظه جنوب سيناء وتمثيل محافظه الاقصر واسوان، عندنا تمثيل من قطاع المرشدين موجود، وبالتالي يعتبر القطاع كله ممثل. هيبقى عندنا تطبيقات المحمول الموبايل ابلكيشنز في قطاع السياحه هنطلقه في خلال اسابيع، الكاميرات اللي موجوده في المواقع السياحيه اللي بتنقل بث حي على الانترنت. يشمل المعرض كافه انواع الانشطه السياحيه، من رحلات طيران وفنادق ومطاعم الى جميع انواع الرحلات، سواء كانت للاستجمام او التثقيف او التعرف على تراث الدول الاخرى. اعتقد ان السياحه في الان في دول الخليج العربي يعني تكبر يوم بعد يوم، لما لهذه المنطقة من أهمية خاصة، ونحن في قطر لدينا أعتقد يعني بصمة وهوية خاصة، حيث أن ركزنا على بعض القطاعات التي تمت إلى الثقافة، تمت إلى التعليم، تمت إلى المؤتمرات. استضاف المعرض 50,000 مشارك من القطاعين العام والخاص في كل دولة، فكانت الدولة المضيفة هي الفائز الأول، حيث بلغت عائدات أنشطة المشاركين حوالي 160 مليون جنيه استرليني ضخت جميعها في الاقتصاد البريطاني. لتتأكد صحة الحكمة القديمة مرة أخرى، للسفر سبع فوائد. مها سكر، BBC.